السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج البيت. هنبدأ النهاردة حلقتنا بفقرة مقصد آية. النهاردة حديثنا هيكون عن الآية رقم 216 من سورة البقرة. طبعا علشان نتعرف اكتر على المقصد من هذه الايه هيكون معانا على التليفون دكتور عصام الروبي من علماء وزاره الاوقاف. اهلا بحضرتك معانا يا دكتور. اهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك استاذه مروه والساده المشاهدين الاكارم. اهلا بحضرتك، اهلا بيك. يعني سمعنا الايه رقم 216 من سوره البقره، فمحتاجين من حضرتك نعرف المقصد من هذه الايه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. هذه الآية الكريمة تحدث الله سبحانه وتعالى فيها فقال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الآية هنا كتب سبحانه وتعالى بمعنى كره لكم وحضكم على بذل النفس في سبيل إعلاء كلمة الله بعد أن حضهم في الآية السابقة على بذل المال. الآية التي قبلها ذكر الله تعالى فيها فقال: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من شيء فإن الله وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. حض الله سبحانه وتعالى الأنفس على بذل العطاء في سبيل الله سبحانه وتعالى من حيث المال. والآن بيّن الله تعالى أن بذل هذه الدماء وهي أغلى ما يملكه الإنسان في سبيل الحفاظ على الأوطان وفي سبيل الله سبحانه وتعالى حفاظا ورفعة لهذا الدين، فهذا شيء يكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى رغم أن فيه ما فيه من المشقة وفيه ما فيه من الأسرة. وهذا واضح من قوله تعالى: وهو كره لكم. وكره هنا بضم الكاف بمعنى الكراهية. ثم بيّن الله تعالى فقال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، بمعنى أن المضرة قد تأتي من المسرة وأن المسرة قد تأتي من المضرة، وما يراه الإنسان بعينيه خيرا ويسعى إليه ويفرح به ويريده قد يكون الشر فيه كله وهو لا يعلم. وعلى النقيض من ذلك، ما يراه الإنسان بعينيه شرا ويخاف منه ويحذره ويبتعد عنه ولا يريده قد يكون خيرا له كاملا فيه وهو لا يعلم. صحيح. وهذا معنى قول الله: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. صحيح. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ثم ختم الله تعالى الآية فقال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صحيح. نحن كبشر يا أستاذة مروة ننظر إلى الأشياء بعين بشرية وننظر إليها بمقادير دنيوية. صحيح. بينما وضع الله سبحانه وتعالى فيها الخير كله أو صرف الله عنا كثيرا من الأذى. صحيح. كل هذه الأمور نحن لا نعلمها فعلا، فمن يعلمها؟ الله سبحانه وتعالى. الله يعلم وأنتم لا تعلمون. صحيح. ولذلك ما أعظم هذه الكلمة وهذه الحكمة. صحيح. قد تأتي المسرة من المضرة وقد تأتي المضرة من المسرة. على الإنسان أن يتقبل قضاء الله تعالى بنفس راضية. صحيح. وأن يكون حامدا شاكرا وأن يعلم أن ما قدره الله سبحانه وتعالى له إنما هو الخير كله. صحيح. وأن لا يعترض أبدا على قضاء الله، وأن يعلم أن كل قطرة دم تبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي سبيل إعلاء كلمة الحق وفي سبيل الحفاظ على الوطن فهي عند الله سبحانه وتعالى بمثابة البيع والشراء، لأن الله عز وجل قال:
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. جميل. دكتور سامر روبي من علماء وزارة الأوقاف، أنا بشكر حضرتك جدا على مداخلتك معنا وفهمنا لمقصد هذه الآية الكريمة. نروح بقى لفقرة رسائل متابعين من صفحة قناة الناس. جالنا رسالة الحقيقة من بنت بتقول أنا بقى مفيش حاجة بقت بتبسطني ولا أي حاجة، لا فلوس ولا فسح ولا هدوم ولا أي حاجة، حياتي بقت فاضية، مش قادرة أن أنا أكمل في أي حاجة بعملها وما عنديش شغف لأي حاجة، بحاول أركز في حياتي بس مش قادرة، أنا حرفياً مفيش حد في حياتي، لا أصحاب ولا أحباب ولا قرايب، أنا عايشة في صراع مع نفسي كل يوم. بتعملوا إيه علشان ترجعوا تحسوا أنكم عايشين؟ خليني أقول لك نصيحة، نصيحة من قلبي، أن الإحساس ده هيفضل ملازمك لو فضلت ان انت مش راضية عن النعم اللي في ايديكي. بصي كده ليكي، بتتكلمي، بتشربي، بتاكلي، بتصحي من النوم، بتمشي، بتروحي شغلك، بتروحي حياتك، كل دي نعم في ايديكي انت مش حاسة بيها ومش هتحسي بيها لو فضلتي نكراها. علشان كده اول حاجة لازم تعمليها انك لازم تحمدي ربنا على كل نعمه، حتى النفس اللي طالع منك وانت بخير على كل نعمة احنا غرقانين فيها. السر في الرضا عن الحال، لأنك فكرة الرضا عن الحال ده مهم جدا، الحمد لله على أي حال، لأنك طول ما أنت مش راضية عمر إحساسك بالحاجة اللي في إيديكي ما هيبسطك. حاولي كمان تفصلي كده كام يوم عن أي ضغوط، تدعي ربنا أنه يعينك، دومي على أذكار الصباح مهمة جدا على فكرة، بتخلينا كده محصنين طول اليوم حتى من شرور أنفسنا، يعني بيبقى جوانا كده أحيانا الوسوسة بتكون كتير، لا أنت مش مبسوطة، اشمعنى الناس بتخرج وبتروح وبتيجي وانت لا، اشمعنى الناس مش عارف، كل الحاجات دي شرور جوه نفسنا، ربنا يا رب يحفظك منها ويشرح صدرك منها، وعليكي دايما بالصلاة وبالأذكار، ربنا يا رب يعني يبعد عننا عدم الإحساس بالنعمة. طيب بدأ بقى رسميا، دي فقرة مهمة جدا لازم طبعا كلنا يعني نركز فيها، رسميا كده بدأ معرض الكتاب السنة دي في استقبال الزوار ورواد المعرض. طبعا المعرض هتكون فيه إصدارات ومشاركات كتيرة جدا خاصة بالأطفال. النهاردة بقى هنتكلم عن كتاب جرم صغير، ده بيناقش تساؤلات كده فطرية عقائدية هامة بتيجي كده دايما في أذهان صغارنا من الشباب، وشباب طبعا المستقبل، في أسئلة كده بتكون وجودية وأسئلة منطق وحاجات كده بتيجي في دماغهم. طيب خلونا نعرف بالتفصيل أكتر عن هذا الكتاب الجميل اللي هيفيد طبعا شبابنا وأطفالنا. معنا مداخلة هاتفية مع أستاذة علياء قاسم، كاتبة الأطفال ومعلم تربية إيجابية. أهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذه مروه. اهلا بيكي يا استاذه علياء. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عاجبني قوي عنوان الكتاب جرم صغير. يعني لو حضرتك تكلمينا عن مشاركتك السنه دي في معرض الكتاب وعن الكتاب الجميل ده. انا سعيده جدا بمشاركتي معاكي النهارده. اهلا بيكي. احنا اكتر الكتاب طبعا. وكتاب جرم صغير، يعني وتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. الأجرام الصغيرة اللي هم أولادنا اللي يعني إحنا معاهم في رحلة المعرفة في الحياة. فإحنا رفقاء في رحلة المعرفة دي، إحنا مش يعني بنقود معهم رحلة المعرفة دي، برفقتنا ليهم أثناء هذه الرحلة. صحيح. ويعني سعيدة بأنه هو نزل وخرج للنور في معرض الكتاب. ألف مبروك طبعا لحضرتك. ألف مبروك. ويعني هو نتج طبعا نتيجة أنا أم قبل أي شيء، أم الثلاث أولاد ومراحل مختلفة. ما شاء الله. وسبب توجهي الأول اللي هو كان ليهم، وبعدين تعمم المجهود دوت لأني أنا شايفة أن احنا نوجه مجهودات كبيرة ناحية الكتابة لليافعين وسن المراهقة. صحيح. لأنها مرحلة فارقة ومهمة، يعني فعلا دي مرحلة التساؤلات والبحث عن المعرفة وتحديد الهوية. صحيح. فتحديد الهوية مهم جدا جدا، وخصوصا مع الفتن اللي بيواجهها الجيل الحالي. فعلا. يعني كم الفتن اللي بنواجهها لازم يكون في المقابل بيواجهها قدر من العلم. بالزبط. والمعرفة. بالزبط. يعني لا نجاة اليوم من الفتن إلا بالعلم، فالله لا يعبد بالجهل. صحيح. ولادنا بيتعرضوا فعلا لحاجات كتيرة جدا خارجية. وحاجات كتيرة احنا مش هنقدر نسيطر عليها، فلازم نخلي الأساس صح بقى عندهم، هم يعرفوا يواجهوا بيه. اليقين ان احنا ده بينشأ من الصغر، يعني هي انا
انه الاطفال لا مش هنسيبهم لحد سن كبير على ما نبدا ندخل المعرفه دي، هي المعرفه دي بتنشا معاهم من اول يوم، يعني التعليم في الصغر كان نقش على الحجر زي ما بنقول. نبدا معاهم من اول يوم بالمعلومات دي المناسبه لكل سن، وبندخلها بتتطور وبتنمو المعلومات دي معاه، صحيح المعرفه صحيح. دي بتنمو معاه عشان تبقى يقين عنده ثابت ثابت بالظبط. طيب ايه التساؤلات اللي حضرتك جمعتيها في الكتاب؟ التساؤلات يعني الاطفال عموما بيسالوا اسئله اللي هو ممكن انا الاول كان بشوف حواليا الامهات ممكن السؤال بيبقى بالنسبه لهم غريب او مش عارف يرد عليه، لان صحيح. هو سؤال بالنسبه له بديهي او مش عارف احط له الاجابه المظبوطه اللي هتقنع عقله. يعني احنا لازم نقدر عقل الطفل ان هو طبعا نديله الاجابه الصحيحه والمناسبه لسنه في نفس الوقت اللي يعني تشبع فضوله كمان وهو صغير، وتشبع فضوله وتبقى مقنعه وما تتغيرش، يعني صحيح. ما اديهوش اجابه بسيطه قوي واقول لما يكبر هبقى اعرفه اكتر، بالعكس هو هيحس ان انا بغير كلامي او ان انا متردده او متذبذبه مش عارفه الاجابه الصح. صحيح صحيح. لازم احط اجابه صحيحه، وما دام هو سال السؤال يبقى هو مستعد للاجابه. فالاسئله اللي هي زي فين ربنا، كل طفل اول ما بيسال فين ربنا، طب انا ليه مش بشوفه بعينيا. الاسئله دي بتنتج اكتر عن المشاهدات، يعني في كتاب جرمون صغير انا حبيت ان انا قمت بالرحله دي مع ولادي، وده نتج عنه تساؤل. بيبقى جميل جدا لما الولاد يتحطوا في مكان حواليهم يسالوا عن المكان، فده اللي هيودينا، التساؤلات دي هتودينا للاجابه اللي هي هتبقى يقين عنده لانه شاف وسال. صحيح صحيح. الرؤيه المشاهده والرؤيه هي اللي هتنتج التساؤل، فهو هيبقى التساؤل هو عايز يعرف الاجابه فعلا. صحيح جميل. طيب حضرتك اتكلمتي عن احساس الاباء دايما بان هم عايزين يوصلوا للمثاليه مع ابنائهم، شايفه برضو ازاي يوصلوا لكده؟ يعني هو لازم نقتنع الاول ان المثاليه شيء مش موجود، يعني ما فيش كمال لله وحده، مثاليه ما فيش، صح. فما نطلبهاش من نفسنا وما نطلبهاش من اولادنا، لانه ده بيحط الاولاد تحت كم ضغط رهيب ان انا عايزه مثالي في كل حاجه، وده مش مطلوب منه. صحيح يعني صحيح. في مراحل عمريه مختلفه الشيء المطلوب من الطفل خليني يكون مناسب للمرحله العمريه له، واديله مساحه من الحريه ومساحه من ان هو يعني يسأل، وافتح له مجال للسؤال، وافتح له مجال ان هو يكون شخصيته، وان هو ما اقدرش اقيده في حاجات ان انا لازم ده يتعامل، ده لازم يتعامل بشكل معين، او ان انا اجبره على حاجات معينه. لازم الاول ان الحاجات دي كلها تتنفذ عن قناعه منه، فلازم ان انا اقدم له المعرفه، وهو في المقابل هيأدي الحاجات دي كلها هتيجي مع الوقت، لكن انا ارسخ المعرفه عنده. صحيح. وبعديها بيبدا ينفذ الفروض اللي هتبقى مطلوبه منه في سن معين، فالمعرفه بتبدا من بدري عشان لما اوصل لسن البلوغ او سن الفروض ما ابداش اواجه مشاكل معاه انه مش بيأدي الفرائض دي، فيبدا ندخل في سكه ان انا لا هيبقى في عقاب، لا هيبقى في شده. لازم المعرفة لما بتبتدي من سن بدري بنوصل لمرحلة الفروض والأداء، الفروض اللي عليه هيأديها بشكل سلس، لأن هو على يقين منه ونابع من داخله إن هو بيأدي ده، هو عارف. صحيح هو فعلا. يعني العبادة بتكون نتيجة معرفة الله، معرفة المعبود، يعني صحيح. كل حاجة عن طريق المعرفة. بالظبط كده. بالزبط. وفكرة برضو إن إحنا طبيعي إن إحنا نغلط، ما هو الغلط ده بيعودنا إن إحنا نتعلم، وإن إحنا إزاي نواجه كمان. ففكرة المثالية ممكن تكون يعني مش موفقة قوي يعني. طب أنا عايزة من حضرتك نصيحة أخيرة كده، إزاي ننمي شغف ولادنا؟ هو الشغف المعرفي فطري عند الاطفال، تمام، بطبيعه الحال الاستكشاف والرغبه في الاستكشاف حواليهم والشغف ده موجود، لكن هو للاسف يا اما بندعمه يا اما بنحبط ده فيه. يعني لو طفل سال سؤال وواجه الرب من المربي او الام او الاب او المربي، هيقول له لا انت ما بتسالش في الجزئيه دي، او ده او ده، فهيحبط التساؤل فيه، فدوت اللي هيودينا لان الشغف بتاع المعرفه عنده هيضعف. لما صحيح. انا مش هخليه ينطلق في العالم ويشوف بنفسه ويشاهد ويسال ويلاقي مجال التساؤل مفتوح قدامه، انا ما عنديش في الدين سؤال الا وله اجابه. صحيح. لازم ابقى واضحه معاه ان انا ما عنديش، لا كل حاجه عندي ليها اجابه، واسال ودور واعرف. ده هينمي شغف المعرفه لما هيلاقي فيه اجابات، لان الاجابه للسؤال بتفتح مجال لسؤال ثاني. صحيح. سؤال وده بيزود عنده المعرفه، لكن لو مش بشجعهم على السؤال ده اكيد هيحبط شغف المعرفه عنده. صحيح. اللي موجود بطبيعته بشكل طبيعي. بالظبط. استاذه علياء قاسم كاتبه الاطفال ومعلم تربيه ايجابيه، بشكرك جدا على مداخلتك، وطبعا الف مبروك لهذا الكتاب الجميل، ان شاء الله ينمي كده شغف ولادنا لما يقروه، وكمان يفيد الاباء
الاباء والامهات من فكره برضو الرد على الاسئله الوجوديه اللي دايما اطفالنا وشبابنا كده بيسالوا عليها. طيب احنا وصلنا لفقره سؤال حلقه النهارده وهتلاقوه موجود على صفحه الفيسبوك لقناه الناس. هو بيقول ما هي اطول ايه في القران الكريم؟ طبعا حضراتكم بقى تقدروا تجاوبونا على الصفحه وهنقول لكم ان شاء الله الاجابه الصحيحه في اخر الحلقه. وشكر كل يعني مشاهدينا الكرام اللي تفضلوا بالاجابه على السؤال. هستاذن حضراتكم نطلع لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا وكلام مهم عن مداخل الشيطان في بيوتنا. انتظرونا. صدق الله العظيم، برحب بحضراتكم مره تانية. زمان لما بيحصل خلاف بين زوجين او الاب والولاد، كان اول كلمه كده الاهل بيقولها على طول ايه؟ ده شيطان ودخل بينكم. الكلام ده صحيح؟ يعني هل فعلا اكتر اسباب الخلافات الزوجيه بيبقى سببها اللي بنسميه مداخل الشيطان؟ طب ايه هي مداخل الشيطان؟ هل هي ممكن فعلا تكون سبب في تفكك اسره؟ يعني مثلا الكذب مدخل من مداخل الشيطان، الانانيه مدخل، عدم احترام الطرف الآخر برضو مدخل، العصبية دايما وبزيادة كمان مدخل من مداخل الشيطان. نمنع ازاي مداخل الشيطان في حياتنا الزوجية؟ ده طبعا اللي هنناقشه النهاردة مع ضيفنا الشيخ دكتور مصطفى عبد السلام إمام مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه. أهلا بحضرتك يا دكتور معانا ومنورنا. أهلا وسهلا يا أستاذة مروة، وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. يعني فكرة فعلا ده شيطان ودخل ما بينكم، فمدخل هنا للشيطان، هي فعلا في مداخل للشيطان وخصوصا بين بقى المعاملات بين الزوجين وبين الأسرة وكده؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وبعد. أستاذة مروة، خليني أقول لحضرتك في البداية إن أعظم حياة هي الحياة الزوجية. أعظم وأرقى وأنقى وأبقى حياة هي الحياة الزوجية. صحيح. وربنا سبحانه وتعالى سمى الزواج ميثاق غليظ. يعني مش مجرد عقد ورقة إحنا بنكتبها وكلمة بتتقال هنا وكلمة بتتقال هنا، ده ميثاق غليظ. صحيح. وأخذنا منكم ميثاقاً غليظاً. يعني ربنا سبحانه وتعالى قدس الحياة الزوجية بين الزوج وزوجته. صحيح. وسماها ميثاق غليظ. وعايز أقول لحضرتك يعني أعظم حياة إنك تروح تلاقي ليك زوجة في البيت، ليك سكن، ليك حد في انتظارك. صحيح. ليك حد بيسأل عليك، ليك حد مهتم بشؤونك، بتلاقي كمان في البيت أولادك. قد إيه كون إن أصلا يبقى فيه كينونة اسمها أسرة، دي نعمة كبيرة جدا. صحيح. ونسأل اللي هو نفسه يبقى عنده أسرة، نسأل البنوتة اللي نفسها يبقى عندها أسرة. فكون أنا ربنا سبحانه وتعالى كرمني بقى عندي زوج وزوجة، في أولاد، في بيت، في استقرار، دي لحد ذاتها نعمة تستوجب أن أشكر الله. صحيح. سبحانه وتعالى عليه. كون إن أنا عندي بيت وعندي أسرة وعندي زوج وزوجة وأولاد، دي نعمة حضرات لابد أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها. واحد اتنين، علشان دي حاجة حلوة وحاجة جميلة وميثاق غليظ وسعادة في الدنيا وفي الآخرة، الشيطان ما سابهاش. لأن الشيطان دايما بيروح للحاجات الحلوة عايز يفسدها. الشيطان بيروح للحاجات الحلوة عايز يفسدها، فبيدخل لنا الشيطان بقى بين الزوج والزوجة، يفسد الحياة، يختلق مشاكل بين الاتنين. علشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا حديث مهم جدا في المعنى ده. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان اتخذ عرشا على الماء. ويريت الأزواج والزوجات يسمعوا الكلام الخطير ده. إن الشيطان اتخذ عرشا على الماء، قعد على الكرسي بتاعه، يبعث سراياه، جيوش مجيشها، فإذا عادوا يعني في آخر اليوم سألهم يجيبوا ماذا فعلت، يقول له ظللت بفلان حتى شرب الخمر، يقول له ما فعلت شيئا. يجي التاني يقول له ها ماذا فعلت، ظللت بفلان حتى ترك الصلاة، يقول له ما فعلت شيئا. يجي التالت ماذا فعلت، ظللت بفلان حتى وقع في الزنا، يقول له ما فعلت شيئا. حتى يأتي أحدهم، تخيلي حضرتك، ويقول له ظللت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجه. يا عملت يا مشكلة في البيت، عملت خناقة في البيت، خليت اتنين متجوزين اتخانقوا في بعض، عملت نار قايدة في البيت. قال ظللت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجه. دي أعظم شيطان حاجة عمل إيه بقى؟ تخيلي. يا ساتر. يقول له نعم أنت. يا ساتر. أيوة كده، نعم أنت. ويلتزمه، يحتضنه، ثم يجلسه على كرسيه ويوليه أعلى المناصب. عشان عمل إيه؟ ف...
سافر خرب البيت. يا ساتر يا رب. علشان خرب البيت. لا ده حضرتك يعني بجد حاجه مهمه جدا. التفرقه بين الزوجين ده حاجه يعني نقول ايه، بس ربنا يكفينا الشر يا رب، وكل زوج وزوجه ياخدوا بالهم من الموضوع ده كويس ويهدوا كده الامور. هنكمل مع حضرتك وهنكمل مع مشاهدينا الكرام، بس نخرج لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. برحب بحضراتكم مرة تانية. والحقيقة قبل ما نخرج الفاصل بنتكلم على إن أعظم حاجة الشيطان بيعملها إن هو بيفرق بين الأزواج، وده عمل يعني عظيم الحقيقة، حاجة خطيرة جدا جدا جدا. يعني دكتور مصطفى، زمان كان عندنا الطلاق ده مشكلة كبيرة جدا جدا، بنحافظ على بيوتنا، بنستحمل، بنتغافل، بنعدي البعض عشان حياتنا تمشي وفي سكينة وفي رحمة. دلوقتي الموضوع بقى لا، سهل، بسيط، سهل ان احنا نخرب بيت، سهل ان حد يدخل ما بيننا يوقع ما بيننا، فكل ده مداخل شيطان طبعا لا شك. النت، السوشيال ميديا، علشان كده اكتر حاجة الشرع حذرنا منها، اكتر حاجة ربنا سبحانه وتعالى حذرنا منها، انك تقول حياتك بره. ايوه، ما ينفعش نقول حياتنا بره. انت مستقره في حياتك الزوجيه، احتفظي بده لنفسك. صحيح. ما تقوليش الكلام ده بره، علشان هتبداي تقوليه بره حياتك هتتنذر. صحيح. شياطين، ما هو زي ما في شياطين جن في شياطين انس حضرتك. صحيح. في ناس مش حابه ان البيت يبقى مستقر. في ناس مش حابه ان الزوج والزوجه دول بيحبوا بعض وحياتهم ماشيه، في ناس مش حابه كده. لذلك السحر ينفع نعمل بيه 1000 حاجه، ربنا سبحانه وتعالى ركز لنا فيه على حاجه معينه، قال ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. وعايز اقول لحضرتك حاجه، الناس اللي فاهمه ان الطلاق حريه دول غلطانين. صح. والله الناس اللي فاهمه ان الطلاق حريه وراحت بال تقول لك بص ده حلوت بعد ما اتطلقت. نورت. ده نورت بعد ما اتطلقت. والله هذا كلام طبعا. باطل. طبعا. هذا مدخل شيطاني عظيم. التي طلقت من زوجها هي كثيره، والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الطلاق كسر. الطلاق كسر. قال وكسرها طلاقها. يعني عايز تكسر ست طلقها. وكسرها طلاقها. اوعي حد يضحك عليكي ويقولك ان الطلاق حرية، ابدا. والله الطلاق كسرة. الطلاق انت في عوز، انت محتاجة فين زوجك، فين بيتك، فين استقرارك، فين عضدك، كان سندك وكان يدعمك وكان في ظهرك، هو ابوكي وهو اخوكي وهو زوجك وهو اللي واقف في ظهرك. الطلاق ابدا عمره ما كان حلو، الطلاق ابدا، ده ابغض الحلال الى الله الطلاق. صحيح. يعني هذا ليس حديث وانما هي مقوله صحيحه. ابغض الحلال الى الله الطلاق. واخده بال حضرتك؟ لذلك احنا دايما وابدا بنقول ان الاسره لابد ان نحافظ عليها وان نضعها في سياج قوي بعيد عن الناس. صحيح. وبعيد عن مداخل الشيطان. عندنا مدخل مهم جدا يا استاذه مروه من مداخل الشيطان، وهو الشك. الشك. الزوجة اللي طول النهار شك في جوزها. وهو طول النهار شاكك في مراته. طب ازاي الحياة الزوجية تستقر ازاي؟ لما انت طول النهار شاكك فيها، هي كلمت مين؟ هي قالت كده ليه؟ هي راحت عند مين؟ هي قالت ايه لامها؟ هي عملت. طب الشك ده مش صح؟ الظن ده مش صح؟ انك تعيش حياتك كلها في شك، في ظن سيء، هذا امر لا يرضي الله ولا يرضي رسوله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والظن، بيعيشوا في اياكم والظن كمان. فان الظن اكذب الحديث. يا ساتر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده، اوعى تظن. ده حتى لو قالت كلمه، ولو زوجك قال كلمه، يعني لها 70 محمل غلط ومحمل واحد صح، انت مطالبه انك تحمليه على المحمل الصح. اصله قال لي كذا، اصله يقصد كذا. أشققتي عن قلبه؟ أشققتي عن نيته؟ صحيح. يعني لو الجملة نفسها تستوعب 70 معنى غلط بس ليها معنى واحد صح، يجب شرعا أن أحمل هذا المعنى على المعنى الصواب الذي يصلح ولا يفسد، الذي يجمع ولا يفرق. الحياة الزوجية ميثاق غليظ. نحتاج أن تكون محاطة بسياج ديني، محاطة بسياج أصولي. الناس اللي تربت على الأصول والمبادئ، ابن الأصول اللي بيحافظ على بيته،
ابن الأصول اللي بيحافظ على زوجته، صح، ابن الأصول اللي بيحافظ على مراته، ابن الأصول اللي بيدعمها وعمره ما يهنها، صحيح، ابن الأصول اللي يقف جنبها وهي متضايقة، ابن الأصول اللي يساعدها في أمور بيتها، ابن الأصول اللي دايما واقف في ظهرها ويشجعها على الصح، صحيح، بنت الأصول اللي بتستحمل جوزها وهو معهوش، بنت الأصول لو زوجها وقع وتعب ومرض ما يجيلهاش نوم، ما ترمهوش، تقف جنبه وتدعمه، بنت الأصول اللي دايما بتشجع زوجها، دايما واقفة في ظهره، دايما بتدعمه، دايما بتسقف له، دايما بتقول له انت احسن الناس، دايما تقول له انت ارجل واحد في الدنيا دي كلها، دايما تقول له انا ماليش غيرك، انت الدنيا، انت الحياة، انا ملياش غيرك، انا مش شايفة حد في الدنيا غيرك. هي دي بنت الأصول، وهو ده ابن الأصول، صح. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا أستاذة مروة يعلمنا أننا نفتكر لبعض الحلو، أيوة، نفتكر لبعض الحلو، أكيد في حلو، مش لازم بقى بالظبط، مش لازم بقى تقعدي بقى طول الليل تفتكري له بقى من أول يوم جواز، أول يوم جواز ده من أول يوم خطوبة، أصل قال لي ده أول يوم يا راجل اتخطبنا، وتجيب بقى الشيطان بقى يجيب لها بقى شريط الحياة، وما شاء الله بصراحة انتوا ما بتنسوش حاجة، مركزين وفي قوة الذاكرة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أننا نفتكر لبعض الحلو، نفتكر لبعض الخير، مش لازم كل شوية نفتكر السيء. ممكن أقول نموذج ودليل على هذا، هنعرفه، نعرف النموذج، بس هستأذن حضرتك أستاذ المشاهدين الكرام، نخرج لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية. مرحبا بحضراتكم مرة تانية. الخير، نفتكر الخير لبعض، ده كان المثل اللي حضرتك يا دكتور مصطفى كنت هتقوله للمشاهدين الكرام، عشان احنا في عندنا مدخل مهم كمان لازم نقوله. هو طبعا كنت بقول قبل الفاصل ان ما يبقاش فيه يعني نفتكر الخير لبعض، صحيح، مش لازم كل شوية أفتكر الحاجات السيئة اللي حصلت. يعني افتكر الخير، شوفي حد كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه، لا يفرق أو لا يفرق مؤمن مؤمنة، يفرق إذا رضي منها خلق أو كره منها خلق رضي منها آخر، آخر. تاني لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني ما تكرههاش، يعني مش كل شوية تذكر المساوئ بتاعتها. لا يفرق ولا يظلم مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلق رضي منها آخر. هي مش على طول الخط وحشة، صحيح، يعني ربما يكون فيها حاجة معينة، فيها سلوك معين مضايقك، تصرف معين مضايقك، والعكس، مش الدنيا كلها تقف على هذا وفقط، صحيح. ها؟ لان مفيش حد كامل غير سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. حضرتك لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن ستنا السيده خديجه يفتكر لها الحلو ويقول الله. صدقتني حين كذبني الناس، الله، واستني بمالها واهلها، امنت بي حين كفر بي الناس. عدد صلى الله عليه وسلم المواقف الطيبة لستنا السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وهي لما تسألت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وحصل الموقف بتاع الغار تقول والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. قد إيه كانوا بيفتكروا المواقف الطيبة لبعض. ستنا السيدة عائشة لما تسأل عن حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تقول لهم قال ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يخصف نعلة، بتذكر شايفة بتذكر المواقف الجميلة ازاي، بتعدد المواقف الحلوة ازاي. يعني لو جوزك يعني في مرة شاركك في حاجة اذكري الموقف الجميل ده، عمل موقف معاك حلو اعملي سبوت عليه ما تنسيهوش. كان يخصف نعلة ويرقع ثوبه ويحلب شاته، فإذا جاءت الصلاة خرج إلى الصلاة كأننا لا نعرفه ولا يعرفنا. في البيت زوج، جاء وقت الصلاة خرج للأمة وخرج للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ده كان سلوك سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جميلة والله، فعلا جملة نفتكر الخير لبعض دي مهمة جدا، لازم دايما تكون بيننا. يعني
حتى والله بين الزملاء في الشغل، بين الأصدقاء عموما، نفتكر الخير لبعض. في حاجة بقى مهمة جدا، فكرة المقارنة يا دكتور مصطفى. دايما تلاقي بنقارن حياتنا بحياة غيرنا. أقارن حياتي بحياة أختي، دي أختي جوزها بيجيب لها وبيعمل لها، وسلفتي مش عارفة بيعمل وجوزها بيجيب لها، ما قلكيش بقى يا أستاذة مروة، والسوشيال ميديا شايفة حياة حلوة قوي قدامي. فالمقارنة دي، المقارنة من أخطر مداخل الشيطان في الحياة الزوجية. إن صحيح. الزوج يقارن نفسه بزوجة صاحبه في الشغل، بزوجة صديقه، والزوجة تقارن حياتها، تقارن حياتها بحياة أختها، بحياة سلفتها. يا جماعة كل واحد في حياته. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قسم المعيشة، هو عايز الحياة الزوجية دي بهذا الشكل، وعايز الحياة الزوجية دي صحيح. بهذا الشكل صحيح. انا بقى ما بصش على حياة غيري، ما عودش اقول ما فلانة زوجها مريحها، ده مشترك لها مش عارف في نادي ايه، ده فلانة زوجها ده مدخل ولادها مش عارف، ده كل اسبوع ده بيخرجها، ده بيفسق، ده بيجيب لها في عيد ميلادها معرفش هدايا منين. المقارنة دي نهينا عنها شرعا، وسبب ومدخل مهم حاطك من مداخل الشيطان صح. لما ربنا سبحانه وتعالى يخاطب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ما نبصش على حياة حد صحيح. ما نركزش مع حد. رضا عشتي الحمد لله، حياتي مستقرة، وأنا مضمنش اللي عايش في رغد، وأنا شايف الظاهر بتاعه عنده حاجات، معرفش الباطن بتاع حياته إيه صحيح. فرجاء بلاش مقارنة في حياتنا الزوجية بحياة حد آخر. جميل. مداخل الشيطان كتيرة جدا على فكرة فعلا في البيت وفي الأسرة، فهنكملها مع حضرتك إن شاء الله في حلقات برضو قادمة بإذن الله. إحنا في سألنا سؤال على صفحتنا، على صفحة قناة الناس، ما هي أطول آية في القرآن الكريم؟ أطول آية في القرآن الكريم هي آية الدين في سورة البقرة، الآية 282، هي واخدة وجه كامل صحيح. في المصحف الشريف. بارك الله آية فيك. الدين آية بالضبط. في كمان محمود، أم شيماء، رانيا، محمد، أم حسين، الحاجة أم حسام، أم محمد، سمر، سامية، يوسف، جنة الخلود، يعني في ناس هدى كمان، في ناس كتيرة جدا جاوبوا الإجابة الصحيحة. بشكركم جدا على إجابتكم الصحيحة. بشكرك دكتور مصطفى عبد السلام إمام مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه. بشكركم مشاهدينا الكرام، وبإذن الله الأسبوع القادم حلقات جديدة من برنامج البيت. دمتم في رعاية الله، وحسبتكم بقى مع الدعاء خير الختام، ونأمن جميعا إن شاء الله. إني داع فأمنوا. ربنا يكرمنا وإياكم، ويحفظنا وإياكم، ويسترنا وإياكم، ويجبرنا وإياكم. ربنا سبحانه وتعالى يحفظنا وإياكم من كل مكروه وسوء. اللهم احفظنا من كل مكروه وسوء. اللهم اجبر بخاطرنا، ويسر أمورنا، وافتح لنا الأبواب. اللهم افتح لنا الأبواب، وهيئ لنا الأرزاق، واقضي لنا الحاجات. اللهم اصرف الشيطان من بيوتنا، اللهم اصرف الشيطان من بيوتنا. اللهم انزل هداياتك وبركاتك ورحماتك وسكناتك على بيوتنا. اللهم أنزل هداياتك وبركاتك ورحماتك وسكناتك على بيوتنا. اللهم أنزل هداياتك وبركاتك ورحماتك وسكناتك على بيوتنا. اللهم افتح لنا أبواب فضلك، وافتح لنا أبواب رحمتك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، واشف أمراضنا، وارحم أمواتنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، وانظر إلينا الآن نظرة بعين رضاك، لا نشقى بعدها أبدا. اللهم انظر إلينا الآن نظرة بعين رضاك، لا نشقى بعدها أبدا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، سلمنا من نزغ الشيطان. اللهم سلمنا من نزغ الشيطان. اللهم اجعلها لنا ساعة فرج، واجعلها ساعة فرج، واجعلها ساعة فرج، واجعلها ساعة فرج. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.